12 صحفيا ينشطون في مختلف مجالات الإعلام كانوا على موعد مع الاحتفال بتتويج في الطبعة الخامسة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف. تمحور موضوع هذه السنة حول فضائل الحوار. الأعمال كانت كثيرة، 26 عمل، ولكن يعني أولئك الذين توجوا بالجائزة في رأينا وحسب المعايير التي وضعناها بالنسبة لنا هي أحسن الأعمال. التقييم العام إذن كان تقييم إيجابي، وأنا دائما أشجع الصحفيين لأن الصحفي هو قبل كل شيء له مسؤولية. الصحافة هي مرآة المجتمع. ميعاد الأحرار تقرير من 15 دقيقة حاز الجائزة الأولى في مجال العمل التلفزيوني، ونموذج الحوار في حل أزمة وادي الهيو كان الفائز في العمل الإذاعي لإذاعة غليزان الجهوية. ربما كانت تجربة حادثة وادي الهيو التي كانت تجربة مريرة جدا، وأنا أحيي شعب ولاية غليزان، أحيي مواطن مدينة وادي الهيو الذي تعامل بحنكة وبكل سلاسة وعبر عن صدقه وعن سلوكه الحضاري جدا جدا، خاصة لعائلة المتوفين في الحادثة الذين سلموا أمرهم لله وكذلك تعاملوا بكل حنكة. عنوان الموضوع الذي شاركت به وكان ميعاد الأحرار، حصة من 15 دقيقة حول دور الأعيان في حل الخلافات. كان هناك جهد لإنجاز هذا العمل لأننا تنقلنا إلى ولاية الأغواط، غصنا في بلدياتها ودوائرها. في حين عادت جائزة أحسن عمل صحفي في مجال الصحافة المكتوبة لجريدة النصر بتحقيق حمل عنوان عملاق الحديد يطوي الخلافات ويستعيد لاسترجاع مكانته. قررنا أن نديروا تحقيق على مركب الحجار وعملاق الحديد والصلب في الجزائر اللي مر بأزمات كثيرة بسببها مشكلة أنه الأطراف لم تجلس على طاولة الحوار وكانت هناك صراعات كثيرة وانشقاقات. مؤخرا يعني في السنتين الأخيرتين كان المركب استرجع قوته وبدأ يتعافى تدريجيا، فيعني تنقلنا للميدان، أنجزنا تحقيق معمق، تحدثنا مع جميع الأطراف وكان تحقيق من 4 صفحات، والحمد لله يعني استطعنا أن نحقق به الفوز للعام الثاني على التوالي. الحفل كان فرصة لتكريم 10 شخصيات ممن افتقدتهم مهنة الإعلام في الجزائر، عرفانا لما قدموا في خدمة هذه المهنة النبيلة.